بوم. هلو ايفري ون حبايب قلبي، جريد 1، ليتس كونتينيو كونكت بلس سكند ترم. توداي وير جونا ستارت ليسن 7. انيمالز اراوند ذا وورلد. انيمالز اراوند ذا وورلد. انيمالز اراوند ذا وورلد. انيمالز اراوند ذا وورلد. الحيوانات حول العالم. Elephant. دايما نقول ا في الاي لان صوتها ا. Elephant. 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 Lion. Lion. مش lion بنقول lion. 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 Camel. Camel. Giraffe. Giraffe. Penguin. Penguin. Monkey. Monkey. Snake. 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 Crocodile. 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 Fox. 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 Turtle. Turtle. بص ممكن ال R دي ما ننطقهاش خالص وال T ننطقها شبه ال D، نقول turtle. 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 Look at my mouth. بص على بقي واعمل زي turtle. 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 Flamingo. 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 Parrot. Parrot. الأو مكسورة كده. Parrot. 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 Animals body parts. Animals body parts. أجزاء جسم الحيوان بقى. Legs. Legs. Feathers. طلع لسانك في الذ. Feathers. Feathers. Tail. Tail. Wing. Wing. Teeth. Teeth. Th. Teeth. Neck. 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 هنا what's this? It's a crocodile. طيب حلو قوي. لو عايزين بقى نوصف الحاجات فيه نقول هو عنده، دي بنقولها كده he does. He does. He does a long tail. يعني عنده ديل طويل. It has a long tail. حلو. عايزين نقول ان عنده ارجل قصيرة يبقى نقول It has short legs. It has short legs. عايزين نقول ان عنده اسنان كتير. It has many teeth. It has many teeth. It has many teeth. Okay. What's this? It's a flamingo. It's a flamingo. قلنا عشان نوصف الحاجات بقى اللي فيها هو عنده كذا نقول it has. It has two wings. عندها جناحين. It has two wings. Yes. عندها رقبة طويلة نقول it has a long neck. It has a long neck. Yes, and the رجلين طوال يبقى it has two long legs. It has two long legs. It has two long legs. Feathers. Feathers. It has feathers. It has feathers. And the ريش. It's a flamingo. Okay. دي الاكتيفيتيز بتاعت الدرس ونبدا بقى lessons 8 and 9. Let's learn words. Describing animals. Describing animals. Describing animals. وصف الحيوانات. Dangerous. 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 صفة بقى عشان نوصف بيها اهو. Dangerous. حلوة قوي. طب انا لو عايز اوصف ان التمساح خطير اوصف ازاي بقى؟ بص يا صديقي نقول التمساح يعني ايه؟ The crocodile. The crocodile. مفرد ولا جمع ده؟ مفرد. يبقى نحط بعده is وبعدين الصفة. The crocodile is dangerous. The crocodile is
dangerous. حلو قوي. طب احنا لو عايزين نوصف crocodiles جمع بقى crocodiles دول جمع يبقى نقول معهم is no ما نقول ايه are crocodiles are dangerous crocodiles are dangerous. طب مين يقول لي التمساح خطير التعبان خطير الثعبان خطير برافو رون the snake is dangerous the snake is dangerous. طب عايزين نعملها في الجمع يا رنا التعابين خطيرة برافو عليك يا حبيبتي snakes are dangerous snakes are dangerous. حلوة قوي long long حلوة قوي. عايزين نوصف التعبان انه هو طويل ها يلا the snake is long the snake is long. طب يلا نوصف التعبين انه طويلة good job snakes are long جميل beautiful beautiful جميل beautiful قول يا كرمة معانا beautiful. يلا نوصف الفراشة butterfly إنها جميلة يبقى نقول برافو the butterfly is beautiful the butterfly is beautiful the butterfly is beautiful. الجمع بتاعها بقى butterflies. عارفين بنجمع الاسم اللي اخره واي وقبله ساكن ازاي بنعمل ايه نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي اس butterflies are beautiful butterflies are beautiful. هنا بقى الفراشات جميلة اوكي thin 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 يعني رفيع نحيف. لو عايزين نقول التعبان نحيف رفيع يبقى نقول برافو the snake is thin the snake is thin اوكي tall tall. في حاجة غريبة هنا احنا دلوقتي عندنا كلمة طويل دي مرة قلنا عليها tall ومرة قلنا عليها long so what's the difference الفرق بين tall طويل و long طويل tall دي بنقولها طويل رأسي يعني ايه طويل رأسي يعني الحاجات اللي واقفة كده زي مين tree الشجرة building المبنى school المدرسة اي مبنى بقى الانسان احمد is tall رنا is tall long بقى طويل بس افقي الحاجات اللي بالعرض كده زي the road الطريق is long the snake is long the tail is long okay يبقى ده الفرق بين tall و long tall الحاجات الرأسية الواقفة long الحاجات الأفقية اللي نايمة yes. هنا بقى عايزين نقول ان الزرافة طويلة يبقى نقول good job the giraffe is tall the giraffe is tall okay small. 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 يلا نوصف الطائر انه صغير يبقى the bird. Good job. The bird is small. The bird is small. Small. Okay. Short. Short. حلو قوي. عايزين نقول السلحفة قصيرة. The turtle is short. The turtle is short. Yes. لو عايزين نقول إنها عندها أرجل قصيرة قلنا نقول it has short legs. It has short legs. It has short legs. Okay. Big. يلا نوصف الفيل إنه كبير في الحجم. Wow. Good job. Bravo. The elephant is big. The elephant is big. The elephant is big. The elephant is big. طب عايزين نقول أفيال كبيرة في الحجم. Elephants. Bravo. Elephants are
big. Elephants are big. Yes. Describing animals. يلا نقراها. Describing animals. Dangerous. Dangerous. Long. Beautiful. Thin. Tall. Small. Short. Big. نوصفه بقى هنا نقول it's dangerous. They are beautiful. They are tall. It's long and thin. It's long and thin. طويل ورفيع. It has a small head. It has a small head. عنده رأس صغير. And four short legs. And four short legs. وأربع أرجل قصيرة. لما نيجي نوصف حاجة شباب ركزوا معايا كده. لو انا عملت لك هنا كرة لونها احمر وعملناها كبيرة كده وعايزين نوصف الكرة الكبيرة اللي لونها احمر دي اوكي خلي بالك معايا هنعمل كمان كرة بس لونها ازرق وهنعملها صغيرة اوكي لما نيجي نوصف الكرة الحمراء الكبيرة دي هنقول it's a خلي بالك بقى بص بنجيب ايه الصفة وبعدين اللون وبعدين الاسم يعني احنا هنوصفها انها ايه كبيرة يبقى نقول it's a big وبعدين comma وبعدين اللون red وبعدين الحاجة بقى نفسها ball يبقى it's a big red ball it's a big red ball يبقى بنجيب الصفر بعدين اللون وبعدين الاسم طب يلا نوصف دي انها كوره صغيره زرقاء برافو it's a small blue ball yes it's a small blue ball it's a small blue ball طيب مين اللي هيعمل لي الجايه دي عايز اقول ان دي نجمة صفرة كبيرة قول يا ملك اتسا الاول بيج يلو ستار برافو اتسا بيج يلو ستار يبقى نقول اتسا ا او ان وبعدين الصفة وبعدين اللون وبعدين الاسم حلو قوي طيب بص كده عايزين نقول ان ده ثعلب صغير بني يبقى رحنا قايلين ايه it's a small brown fox حلو قوي طب جينا نوصف الفيل ده انه فيل كبير رمادي it's a big gray elephant it's a big gray elephant عايزين نوصف التمساح ده انه هو طويل ولونه اخضر it's a long green crocodile It's a long green crocodile. عايزين نوصف الزرافة دي انها لونها برتقاني وطويلة. يبقى It's a tall orange giraffe. It's a tall orange giraffe. It's a tall orange giraffe. What is it? It is a giraffe. What are they? They are lions. انا لما اسال عن المفرد اقول what is it لكن لما اسال عن الجمع هقول what are they what is it and go with it is لكن what are they and go with they are لما بنسال بقى عن الصفه احنا عارفين is it big yes it is it small no it isn't is it dangerous yes it is طيب خلي بالك معايا صديقي بص كده على النجمة دي هسألك عليها سؤال Is it big؟ طيب Is it small؟ No it isn't يبقى عرفنا كده بنجاوب على Is it big؟ قلنا Yes it is طب is it small no,
No, it isn't. حلو قوي. لما نيجي بقى نسأل سؤال شبه ده في الجامعة بقى. لو أنا عندي بدل النجمة دي اتنين كده. عايز أسأل عليهم مش هقول is it بقى. لا هسألك أقول لك إيه. Are they big? شوف أنت شاطر بقى تجاوب إزاي. هتروح قايل لي yes. Yes they are. Yes they are. ولو سألتك قلت لك are they small هتقول لي no they aren't. No they aren't. يبقى are they نجاوب عليها ب yes they are او no they aren't. هناخد كمان سؤال لما نيجي نسأل هل عنده كذا. Has it got. Has it got. يعني مثلا لما يبقى عندنا elephant فيل زي ده كده وعنده trunk. Trunk اللي هي الايه الزلومة دي اسمها ايه trunk. واجي اسألك عليها اقول لك ايه. Has it got a trunk. Has it got a trunk. يعني هل يمتلك زلومة. Has it got a trunk. برافو عليك. قلنا نعمل ازاي بقى. نقول yes ونعمل trust لي الاثنين دول. يبقى yes it has. Yes it has. حلوة قوي. طيب هنسأل كمان سؤال. نقول has it got glasses. هل عنده نظارة. No it hasn't. No it hasn't. يبقى لما تتسأل ب has it got تجاوب ب yes it has أو no it hasn't. Yes it has أو no it hasn't. أو بيقول has it got legs. هل عندها أرجل. Yes it has. طب تعالوا نعرف سؤال تاني ب does. عايزين نقول هل عنده برضو بس السؤال المرة دي ب does. هنسأل برضو على الفيل ده. هنقول ايه. هنقول هل عنده زلومة بس بالطريقة دي. هنقول does it have a trunk. Does it have a trunk. Does it have a trunk. وكمان سؤال هنقول does it have glasses. هل هو عنده نظارة. أيوة. المرة اللي فاتت كنا بنقول has it got. جاوبنا yes it has أو no it hasn't. لكن المرة دي لما يقول لك does it have يبقى أنت هتقول له yes وتعمل trust لأول اثنين. يبقى yes it does أو no it doesn't. No it doesn't. يبقى عرفنا طريقة الأسئلة وإجابتها كمان. أو بيقول لي does it have legs. هل عنده أرجل. No it doesn't. تعبان ما عندهوش. Rhyming words في كلمات متناغمة مع بعضها صوتها شبه بعض. بص كده tall small all wing sing in fun run un fox box ox. دي rhyming words كلمات متناغمة مع بعضها. Number one يا رنا could you read please. Dangerous means خطير. Number one dangerous. يلا short. What is the meaning of short. قصير. يبقى نحطها عند مين turtle. Number three beautiful يعني جميل. نحطها عند the butterfly is beautiful. Number four يا سجدة tall طويل. The giraffe is tall. محمد شاكر number one small. One two or three. Two. Bravo. The rat is small. Sana number two thin. Thin number one or two or three. The snake is thin. Rufaya. Karma number three long. One two or three. One. The snake is long. يلا حبيت yeah. Big. Which one. The elephant is big. Yes. دول homework. تعالوا نرتب الجملة دي هنا. عايزين نقول ده تعبان طويل. يبقى نقول لا الصفة الأول يعني
It is a أيوة long snake. It is a long snake. وتعبان طويل. طيب رنا بقى تعمل لي الجملة الثانية. It's a big gray elephant. Good job, bravo. جبنا الصفة وبعدين اللون وبعدين الاسم. It's a big gray elephant. It's a big gray elephant. يلا مليكة. Is it dangerous? هل هو خطير? Is it dangerous? Yes, it is. Oh, no, it isn't. هناخد بقى amazing places. أماكن مذهلة. Planning a story. وإزاي نعمل تخطيط للقصة. هنا شباب أنتاركتيكا. دي القارة القطبية الجنوبية. دي في القطب الجنوبي بعيد أبعد مكان في العالم. Is at the South Pole. في مكان اسمه ايه? South Pole. يعني القطب الجنوبي. It's very very cold. القطب الجنوبي ده بيبقى برد قوي قوي قوي. There is ice all the time. وفي هناك ice تلج all the time. طول الوقت. Penguins live in Antarctica. Penguins live in Antarctica. مين اللي بيعيش في أنتاركتيكا? Penguins. Penguins. هيسألنا بعد كده ان احنا كده عرفنا أنتاركتيكا دي موجودة فين? In the South Pole في القطب الجنوبي. طب is it hot or cold? It's very very cold. برد جدا. فيها ايه هناك? Ice. تلج. مين بيعيش هناك? Penguins live in Antarctica. المكان الثاني The Sahara Desert. The Sahara Desert. الصحراء الكبرى. The Sahara Desert. It's very big and very very hot. كبيرة جدا و very very hot. حر جدا. There isn't any rain. مفيش أي مطر هناك. Fennec foxes. في ثعالب اسمها ثعالب الفنك. And camels. والجمال live in the desert. بيعيشوا في الصحراء. يبقى the Sahara desert. نوصفها انها ايه? Big, very big, and very, very hot. اوكي. طيب مين الحيوانات اللي بتعيش هناك? Fennec foxes and camels. ده اسمه Fennec fox. الثعلب الصغير اللي له دان كبيرة اسمه Fennec fox. وده camel. نروح بقى للمكان الثالث اسمه Amazon Rainforest. Amazon Rainforest. غابات الأمازون المطيرة. It's very rainy in the Amazon Rainforest. بيبقى الدنيا مطر جدا هناك ممطرة. It's hot too. وعلى الرغم ان في مطر بس الجو حر. Monkeys and parrots live in the rainforest. مين اللي عايش هناك? Monkeys and parrots. Monkeys and parrots live in the rainforest. تعالوا كده نقول الأماكن اللي احنا درسناها هنا. أنتاركتيكا. أول مكان مين? أنتاركتيكا. Where is أنتاركتيكا? موجودة فين? Is in the South Pole. South Pole. يعني في القطب الجنوبي. نوصفها أنها It's very very cold. برد جدا. It's very very cold. حلو قوي. في ايه هناك على طول? There is ice. There is ice all the time. فيها تلج طول السنة. قول لي بقى الحيوانات اللي بتعيش في أنتاركتيكا. Penguins. Penguins live in Antarctica. Antarctica. حلوة قوي. المكان الثاني. The second place. خدنا the Sahara Desert. The Sahara Desert. The Sahara Desert. قلنا نوصفها انها كبيرة جدا. هنقول the Sahara Desert is very big. طب the weather. The weather is very very hot. الجو حر جدا جدا. There isn't any rain. ما فيهاش اي مطر. ومين بيعيش هناك?
fennec foxes, fennec foxes and camels live there. Okay, the third place, المكان الثالث. أيوة. The Amazon rainforest. The Amazon rainforest. غابة الأمازون المطيرة. وصفناه بدي. It's very rainy. بتبقى ممطرة جدا مطيرة جدا. And hot too. وكمان بتبقى حر. مين بيعيش هناك بقى؟ أيوة. Monkeys and parrots. Monkeys and parrots live in the rainforest. Monkeys and parrots live in the rainforest. عظيم جدا. بلاننا ستوري ازاي بتعمل تخطيط لقصة؟ بنعمل تايتل، عنوان للقصة لازم أول حاجة. قصتنا هنا اسمها The Hare and the Turtles. الأرنب والسلحفة. The Hare and the Turtles. بيبقى القصة الستوري دي فيها كاركترز، الشخصيات. الشخصيات دي ممكن تبقى people، أشخاص، ممكن تبقى animals، حيوانات، ممكن تبقى birds، طيور. فعندنا كاركترز بتاعت قصتنا هنا A hare الأرنب، turtles السلحفة، an owl البومة. setting بتاع الستوري يعني المكان والزمان اللي حصلت فيه، جايب لي المكان in a forest، حصلت في الغابة. بعدين main events الأحداث الرئيسية بقى اللي في القصة. A race begins بيبدأ السباق. The hare is fast الأرنب سريع. The turtle is slow السلحفة بطيئة. The hare is lazy الأرنب كسول. The turtle wins the race السلحفة بتفوز بالسباق. The story القصة بيكون لها ايه؟ title عنوان أو The Hare and the Turtle عنوان القصة. The Hare and the Turtle الأرنب والسلحفة. بنقسم القصة لثلاث أقسام three sections beginning middle end. Beginning middle end. Beginning البداية، middle المنتصف، و end النهاية. The beginning a race begins بيبدأ السباق. The middle المنتصف. The hare is fast الأرنب سريع. The turtle is slow السلحفة بطيئة. The hare is lazy الأرنب كسول. The end النهاية. The turtle wins the race السلحفة بتفوز بالسباق. Review على اليونت بقى. Weather. What's the weather like today? It's rainy. What's the weather like today? It's windy. What's the weather like today? It's sunny. What's the weather like today? It's hot. What's the weather like today? It's cold. What's the weather like today? It's cloudy. How many seasons are there in a year? There are four seasons in a year. What are they? Winter, summer, spring and fall. Winter, summer, spring and fall. Hello. O-U-O. Cloudy. Shout. O-W-L. Cow. Owl. Adjectives. Dangerous. Beautiful. Tall. Short. Long. Thin. How many senses do we have? We have five senses. They are sight. How can you see? I can see with my eyes. Smell. How can you smell? I can smell with my nose. Taste. How can you taste? Brother, who can all I can taste with my mouth? I can taste with my tongue. Touch. How can you touch? I can touch with my hand or I can touch with my fingers. Hearing. How can you hear?
I can hear with my ears. What is the weather like? It's rainy. What shall we do? Let's watch a movie. It's a long green crocodile. Has it got teeth? Yes, it has. Number one. تفضلي يا رنا. Windy. Windy يعني؟ عاصف. Yes. Number two. Karma. Cold يعني؟ برد. Number three. سنة. Summer. الصيف. Number four. يا سجدة. Touch. Yes. يلا حبيبتي. Number one. Hearing. Hearing. يلا هن. Sunny. محمد. Beach. C-H. تشع يا عمو. Beach. Beach. الشاطئ. Rona, could you spell fox? F-O-X. Fox. Could you spell flamingo? F. L. Fla. A. M. Flammy. I. Flamingo. Go. G-O. Flamingo. Sada. Pirate. P. Pa. A. R. Double R. Part. Pirate. Yes. Yalla habibti. Spell monkey. M. O. Man. Key. K. E. Y. Monkey. Hana. Tall. T. A. Double L. Hamad. Feathers. The. T. H. E. R. S. Feathers. Feathers. Teeth or neck? Rana. Teeth. Legs or wing? Wing. Karma, it has short legs ولا it has long legs? Short ولا long الرجلين دي؟ لا يا حبيبتي, it has short legs عندها أرجل قصيرة. سنة, it's long and dangerous ولا it's short and beautiful? It's long and dangerous, طويل وخطير. The space is very hot. إيه اللي حر جدا؟ أنتاركتيكا ولا صحراء ديزرت ولا فينيك فوكس؟ The Sahara Desert is very hot. The space is very cold. Bravo. The Antarctica is very cold. برد جدا. Let's read ولا reads ولا read in a book. Let's read. Let's بيجي بعدها infinitive مصدر. It's hot and sunny in summer. Bravo. حر ومشمسة في السمر في الصيف. The cake smells delicious ولا touches delicious ولا hears delicious. The cake smells delicious. الكيكة ريحتها شهية. Do does has the pirate got wings. لما نشوف got دي بقى مين؟ Has. Has the pirate got wings. هل البارت عنده أجنحة؟ يلا نرتب. It's. It's a. Good job. It's a big gray elephant. It's a big gray elephant. Has it? Has it got teeth? ما فيش A. Has it got teeth? هل عنده أسنان? Yes, it has. Oh no, it hasn't. هنا بيقول لي punctuate. اعمل علامات ترقيم للجملة دي. I capital. لأن الجملة لازم يبقى أولها حرف capital. وهكمل عادي. It's rainy today. At the end we put a period. النقطة اسمها يا شباب a period أو full stop أو dot. It's rainy today. مرة جابة نقول it's 10 o'clock إن شاء الله كده. Our session has come to the end, and when we finish we always say goodbye.